بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة الرضاعة، أو أن يرتضع الطفل البالغ من العمر، يعني من بداية نشوءه، يعني من بداية أول يوم إلى مدة حولين كاملين، سنتين، إذا هذا صار للولد. عمر أي الولد أو بنت، المهم المولود، بلي. إذا صار يعني إذا كان بهذا العمر إلى مدة السنتين، هو هذا محل الرضاع الذي ينشر الحرمة. ما بعد السنتين، يعني صار عمره سنتين وشهر وشهرين وثلاثة، سنتين ونص، 3 سنين، هذا بعد حتى لو رضع، الرضاعة هنا لا تنشر الحرمة. الرضاع الذي ينشر الحرمة بهذه السنين، بهذين السنتين فقط، يعني من عمر يوم إلى عمر شنو؟ تمام سنتين. السنتين. هذا هو الرضاع الذي ينشر الحرمة. والرضاع هو إما أن يرتضع هذا الرضيع 15 رضعة متواصلة كاملة مشبعة تنمي اللحم وتشد العظم. يعني إذا كانت أمه فرضا مريضة بالمستشفى وجابوه هذا الطفل ودوه يوم رضعة، 15 رضعة متواصلة، متواصل أو يوم وليلة أيضا متواصل، بحيث أنه اشتد عظمه ونمى لحمه من هذا الرضاع، أو يوم وليلة، إما 15 رضعة وإما يوم وليلة متواصلة بدون فصل. يعني مو انه راح اكل ورجع مره ثانيه رضع، لا، ما تنحسب هيك شيء، يكون 15 رضعه متواصله، هذا ايضا من شروط الرضاع. يعني